بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من مستمعة من الأردن تقول عن نفسها: أنا فتاة أرتدي الخمار، إذا جاء شخص لخطبتي فأول شرط سوف أطلبه هو البيت لوحدي وهو غير قادر على هذا، ويقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسبب شرط هذا لأنه يريد أن أسكن معهم في العائلة، فأنا مثلا وافقت بحكم الضغوط التي واجهتني، ما الحكم حينئذ؟ جزاكم الله خيرا، وبماذا تواجهونني ولا سيما إذا كان له عدد من الإخوة؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله، ما دام حصل الزواج وتوفقتم في الزواج والرجل صالح في دينه وفي أمانته وخلقه، فمسألة السكنة أمرها سهل. طيب، بإمكانك أن تسكني مع أسرته مع الاحتجاب والاحتشام، وبإمكانك أن تطلبي سكنا مستقلا، إلا أنه إذا كان هذا يشق عليه فإنك تتسامحين معه حتى ييسر الله سبحانه وتعالى. نعم.